ابلع مات دد مرة ثانية يا ويلا يا ويلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بجميع المتابعين الحلوين، رجعنا لكم بالحلقة الرابعة من سلسلة محجر الكبريت أو السيلفر كويري، معاكم مستر عبقري. يا جماعة بهاي الحلقة رح نقوم بعدة نشاطات إن شاء الله. النشاط الأول إنه في بيس جديدة طلعت قريبة من السيلفر كويري وهذا الشيء كتير مزعجنا، فرح نروح نريده أونلاين للزلمة تمام، ورح تنبسطوا كتير بالريد. وفي نشاط تاني كمان بالحلقة إنه نحنا عم نقصنا شوية موارد، فأفضل شيء إنه نروح على الإكسفادور أو هي الطاحونة الكبيرة مقص الصخر. بتمنى منك إذا ما أنك مشترك بالقناة اشترك هلا بالقناة وفعل زر الجرس كرمال توصلك حلقات السلسلة كاملة، وإذا ما أنك شايف الحلقات الماضية روح شوفها مشان تعرف نحن كيف وصلنا لهون وشو عم نعمل وشو عم نساوي. وقبل ما نبلش بأي شيء سمعونا الصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد، ويلا سوا. يا شباب بعد ما لبسنا فولجيراتنا انا وصديقي واخذنا عادة الريد رح نطلع هلا ونهجم ان شاء الله على الجار اللي طلع جديد، وهذا الجار كتير رح يضايقنا فرح نشيله قبل ما يكبر. طبعا لسه ما سكرت السيلفر كويري بشكل كامل ولسه الوضع شلولخ يعني. ليكو هذا البيس هون، ليكو هي هي عامل قلعة الزلمة ونوعا ما عم يكبر بس لسه ما طورها، فبدنا نضربه قبل ما يطورها. بي ام مستعد، رح نستغله ورح ننزل نضربه ان شاء الله بالخاصرة. نزلك على السطوح انت كفرني بي ام، اوكي بي ام وحش التكفير يا شباب، هذا الزلمة قناص رهيب وعنده كتير مهارة باستخدام القناصة والاي كي، فرح يكفرني هو من على السطوح، عنده بيكات وعنده قصص حلوة، وانا رح انزل لتحت لانه صاحبنا اونلاين ونحن سمعانين بقلب البيس. بسم الله. طبعا شباب هاي الصواريخ شفتوها معي ما اجت هيك، هاي كلهم الشغل والبيع، عم نبيع كل نهار تقريبا اكثر من 200-300 برميل ديزل فيول وعم نشغلهم كلهم بقلب الماكينه، فعندنا كتير 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 كبريت او سلفر. يب شباب نحن حسب ما حسبنا انه التي سي رح تكون هون الباب، يبقى التي سي رح تكون ثواني، يب التي سي من هون يعني. ها سمعتوا صوته، التي سي من هون رح تكون ان شاء الله. فرح اضرب ان شاء الله شيل هدول ثلاثة على السريع، يلا برفض. طلع لي باب بي ام حلو، طلع لي كور، كور حديد ايزي بيزي يا حبيبي. صاحبنا وينه؟ مكمبر شي هون؟ لا مانو هون، فكرة قريبة من تصميم بيسنا هي البيس او بالاحرى نفس التصميم، ما علينا. رح شيل الباب هذا وشوف غالبا وصلت للكور انا. بي ام خليك مكفرني منيح، هذا جوا عم يفتح مسكر ما بعرف شو عم يعمل. حلو لسه ما مركب تورنتات، رح ادخل ابواب افضل شيء. بسم الله هون هون، اوكي اجوا كاونتر. اضرب اضرب يا بي ام لا ترحم، خاف يجوني بالبكات. رح اضرب انا على الباب هلا، ياب فتحت الكور وصلت الكور الجواني هلا. حلو 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 تمام، عامل نزل تحت الزلمه، شوفي تحت ما في لوت، في لوت ما في لوت. حلو هون في باب، ياب 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 راح ادخل له ابواب، راح ادخل له ابواب. هلو افتح الباب يا معلم، اجاك مستر عبقري عم ريدك، راح اكسر الباب. ياب فتحت الكور انا هلا، بي ام فتحت الكور شو بس هوب شد تراب. لا ما شفته والله ما شفته، دخلت بسرعه شوي. ايزي انا اموري تمام، خليك عم تقفر. اوكي ياب بي ام دبليو قتل الجاي كاونتر شباب. وين هاي؟ ليك اي علينا. انا فيني فضيه بس حابب شيله شيل مشان اسرع. شو شعوره جوا هو عم يتريد هلا؟ انا بتوقع بدي اكسر باب بدي اطلع لها من ورا الباب، لهيك انا بدي اخذ حذر كثير. ياب انكسرت شباب، هلا في عندنا اوه باب هاي كواليتي. بي ام دبليو طلع لي باب هاي كواليتي، غالبا الكور هون. بس
بسم الله يا رب ما اموت من هون بالصاروخ والله. وين كاونتر مره ثانيه؟ اجوا تيمين كاونتر شباب، اجوا تيمين كاونتر. او هذا الزلمه نفسه عنده بيس صغير عم رسم فيها وبيجينا من برا بيشوف شو عم يصير. بلل دمي قبل ما اضرب الصاروخ لاني غالبا راح اتدمج لانه قريب كثير. يلا بسم الله، فلنبدا سرقه هي البيس. لا السمي فرط، رح اضرب بالاكي رصاص متفجر. اوكي عم يتحرك الزلمه صاحب البيس جوا. انتبه في حدا عم يمشي على الحشيش، في حدا برا وحدا جوا ما بعرف. يلا كسرت. يا الله ما معي ضو سلاح، تخيل بي ام. في شات جن تراب ثانيه، رح اضرب سي فورات على الباب الكواليتي الثاني مشان تطير شات جان وافتح بسرعه لانه رح يطلع لي هلا ورا هذا الباب. الله العليم في ضرب سمي برا، في ضرب سمي برا. اي 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 طار. لا لسه ما طار، طارت الشات جان طاروا الافران. يفر يستر عليك، قتلهم كلهم. بي ام اصحاك تموت، اصحاك تموت، نحن بوضع خطير جدا يعني. هي هون في عنده كان باربيكيو عم يشوي الزلمه، وهلا عم يسمعني وانا عم باكل يا شباب، فتخيلوا مشاعره. حلو سلفر وفحم، هون كان في عنده فرن، هذا دمه بيض لسه. بي ام فتح 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 باب وراح ينزل غالبا، طلع لفوق. هلا راح يطلع يتفرج شو عامل فيه يا شباب، بس ما تكون جاهز روكت لانشر. ليكو 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 بي ام قدامي قدامي قدامي، راح اروح صاروخ. ابلع مات. مات مات مات. يا الله بدي ضو سلاح، بدي اشوف، ماني شايف شيء والله، ماني شايف شيء. وين جستو؟ اوه لك شو الدندل. اوه نازل فول جير ومعه شات جان. حلو شلحته سلاحه. رجع رسبان، يا الله رجع رسبان. راح ارجع ادمر انا باب التي سي، وصلت عند باب التي سي. مشكلة ما فينا نحط تي سيات لانه عامل تي سيات برا. اسمع انا راح كمبر له، راح يرجع لانه. راح شيل باب التي سي على السريع ب 2 سي 4. ياب ياب قفر قفر تلون. نايس والله. طيب هلا باب التي سي عم يطير. بدي خرطش الروكت لانشر لانه ممكن ينزل لي باي لحظة، هذا واقف فوق. منيح انه ما اجى رفيقه، لحاله بس بالبيس. ياب 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 التي سي، التي سي تفجر. يا شباب ريدنا البيس يا شباب. او كومبوننتس اول كومبوننتس اول اسلحه. في حدا بشي علي من برا كان. نزل 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 يا حديد، هاي كواليتي. حلو 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 فحم. نزل نزل شكله نزل لعندي. بسم الله بسم الله، بحاول سكر على حالي بس ما بحسن سكر، يمكن لانه عندي تيسيات برا. بي ام قفر منيح، سكر الباب. حلو سكر الباب على حاله، كان هون في باب دراج سكره حاله، دمه بيض، دم الباب بيض. فيني سك نازل. لا دد برا ثانيه. لابي نازل بجرينيد لانشر، لك كان فينه يقتلني ليش ما قتلني. اسمع بي ام لازم تنزل لعندي، خلاص ما فيني احط باب. اوكي بي ام لازم تنزل لعندي، خلينا نشيل اللوت ونطلع بسرعه بسرعه بسرعه. انزل خاي انزل، انا ماسكه انا ماسكه، ما فينه. لو رسبان هلا عنده تايمر، هو لو رسبان ما فينه يعمل شيء. زيل تعال هون، انا هون تعال. في صوت برا، في صوت يا الله اجى من برا كانه اوجو كاونتر ما بعرف. عم بيقول لي بي ام انه في اكثر من 3 تيمات ماشيين عليه كاونتر برا. دخول دخول تعال 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 بول. ليك قتلته هون، هو عم ينزل من فوق. روح اطلع كبش الفداء، اطلع اطلع يا الاقتحام، اطلع شفنا شو الوضع. روح قوي قلبك. شوف شعور الاكل بعد لما يتريد واحد اونلاين، شعور الاكل لما يسمع عم ياكلوا يعني يعني خطير. طلع بي ام. حلو 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 حلو. شو في لوت هون؟ في كاكسات. اوكي جميل، احنا غايتنا انه نشيل هاي البيس من وجهنا. حلو فتح لنا جراج اثنين وباب. اوكي عيفوا 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 خلص. وينك طلع شيل اللوت المهم، شيل اللوت. اوه في عندنا هون كمان هدول، فاضي فاضي. طيب شيل اللوت المهم اللي هون، تمام. انا بروح بودي نقله
وبرجع لك، او ممكن نروح نياتنا سوا اذا 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 احسن نشيل اللوت كله. رح روح انا هلا انقل نقله للوت المهم، وتركت صديقي هون لحتى يقفر مشان اذا رسبا بطريقه ما ودخل على البيس ما يخلي. يا شباب وصلت على بيس العتيد، كسرت طياره. اوعى اوعى لا تنكسري لا تنكسري ارجوكي. كويس ما انكسرت، كانت انكسرت والله يا بي ام. رح فضل اللوت المهم اللي معي فورا هون ببيسنا الاسطوري. يا سلام، حدا عنده اي كي يا شباب ورايفلات بادي. اخذ معي شويه اشياء مشان اذا لازمنا هلا. هذا اللوت الاول يا شباب. طبعا شباب انا لقيت عنده ضو سلاح كان حاطه على الشات جان فركبته عندي. يب نرجع مشان ننقل النقل الثاني تبع اللوت وناخذ صديقي بي ام. ما بعرف اذا رح نخلص او لا. شو الوضع بي ام؟ رسبا قتلته؟ لك عاش. وحش وحش. جيت جيت انا جيت. كفو والله وحش التكفير. طيب هون شو ضالين؟ خلينا ناكل. يب شباب رح نكمل ريد البيس لفوق شوي نشوف الزلمه نقتله مره مرتين ثلاثه نتفايت معه شوي نعمل اكشن. تعال انكسر انكسر الباب انكسر. اطلع لك اطلع انا ما شايل عده الريد خالص. اوكي شوفي لا ولو فاضي يا يبدو انه خلص اللوت معلم خلص اللوت. يبقى هي هون مصعد لفوق على السطوح. ايه خلص اللوت خلص ما عاد في داعي كسر اي شيء. يب يا شباب وبعد ما اخذنا اللوت المهم البيس بشكل كامل راجعين منتصرين على السيلفر كويري او محجر الكبريت بعد ما خلصنا الريد وشلنا هي البيس من طريقنا. بصراحه هي البيس قريبه وكانت بتشكلنا شويه خطر فانتهينا منها وجي جي. يب شباب بعد ما خلصنا الريد انا بصراحه بدي احاول اسكر البوابه هي حسنت تسكرها بالفاونديشنات كاني فبدي اجرب حتى تتسكر معي بشكل كامل لانه ما زال السيلفر كويري مفتوح. انا حاطط تورنتات بالواجهه بس اذا شالوا التورنتات رح يحسوا يدخلوا عنا بسهوله تامه فرح احاول سدها من هون لاني حسنت اعمر فاونديشنات وراح اعمل بوابه حديديه او تشاينا وول اللي هو فوق بيكون اسلاك شائكه ومن تحت فاونديشنات. طيب شباب رح سرع شوي المقطع كرمال ما تملوا تابعونا ولنشوف شو رح يصير معنا كمان تطورا. يب شباب الحمد لله انبنى معنا بطريقة حلوة. ول 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 طيارة 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 السام ضربة. وقعت 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 انا طالع طالع عليه طالع عليه وقع بالغابة وقع بالغابة على النورث ويست. ياب وقع هون والله ان السام اشتغل شغله يا شباب. ركبت السام من ساعة تقريبا اول رزقة من السام. وين الشنطة؟ كفرني كفرني ليكو ليكو الحبيب ليكو. اوه على اللوت هذا رجع من اوت بوست. نايس والله. شو بدي كب 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 معه عده كثير. لا والله مو راجع هذا من الاوت بوست هذا ما بعرف ملوت من المسلسيله ولا ما بعرف من وين. معه 10 براميل ديزل يا زلمه وكاميرا واشياء. جيب جيب اللوت جيب اللوت وتعال جيب اللوت وتعال بسرعه بسرعه.
يب شباب رجع بش نفسه الزلمة مرة تانية بعد ما نقلنا اللوت تبعيته. أنا عم بعمل قتلك؟ لا أنت قتلته. كويس كويس. يلا رح سكر البوابة، رح سكره. يا شباب هيك صار تشاينا اول نوعا ما كامل. ول ول عم يضرب التورنت. في حدا برا، في حدا برا، في حدا برا. بي ام دير بالك، ما بعرف وين بس ضرب التورنت، ضرب اتجاه النورث ويست. وينه هو؟ محبوس ورا السور على الاغلب. والله نايس تورنتات، تورنتات محطوطه بمكان كتير صح. ول 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 وينه؟ ديد ديد كأنه. تعال لوتو ياب شباب، رح يجر فيه لوتو. أنا رح كمل بناء التورنتات تبعيت البوابة، هدول أهم تورنتات بالسيلفر كويري كلها، يعني هدول بيحمونا من أي حدا رح يبش علينا. يب شباب رح اكب التورنتات وما رح خليكم تشوفوا التركيب لانه بصراحة معدت شوي، برجع لكم بعد شوي بعد ما ركب وزبط الواجهة كلياتها. ياب شباب ونحن هلا رايحين على الاكسفادور او ماكينه مقلع الحجر الكبيره، مقص الحجر الكبير، فبدنا نطالع منه صراحه ريسورس لانه اصلا كتير ريسورس. فرح ننزل جنبه ونعمل بيس صغيره لانه رح نقل لوت كتير عليها، هي بتطالع كتير لوت هي الماكينه. رح نبني هون بيس سريع انا وصديقي.
يب شباب رح نبني هون البيس وبعدين رح نروح ان شاء الله ونسيطر على الماكينة ونشغلها. خليكم معي ويا رب تستمتعوا بهي الفعالية الأسطورية لأنه بصراحة كتير مكسورين على لوت. يب شباب وبعد ما بنينا البيس طالعين هلا كرمال نسيطر على الاكسفادور. حبكت حبكت يا شباب اضرب. يا شباب هون في بقلبه بوتات كتير فبنحاول نقتل البوتات كلياتهم وناخذها ونشغلها. اضرب يا بي ام اضرب. هاي مثل اوير ريك بس بقى ما بقلبها كتير لوت بس بقلبها ريسورس. هاي الماكينة كلها مشغلة بتطالع لنا حجر كتير او صخر بتطالع لنا ستون او حديد او هاي كواليتي او سلفر. يا ويلا يا ويلا بش انا برأيي بش. يا الله عم ياخذوا كفرات عم ياخذوا كفرات بوتات. اسمع رح بش عليهم انا وانت قفرني بالقناصه دير باك من ورا ما حدا يبش علينا. ها رح سرع لكم شوي المقطع لانه قتل بوتات يعني ما في كتير شيء محرز. اذا صار معنا شيء رح بطئ لكم المقطع بس رح سرعه هون. يب شباب بعد ما صفيناه هون رح نجي ونشغلها ان شاء الله. شغلتها بي ام حط انه بدنا حديد و اتش كيو ام حط بدنا حديد. هلا اشتغلت الماكينه يا شباب. هلا بنطلع نقفر من فوق لانه هلا العالم رح تبش علينا اكيد. ايوه بلش الضرب بلش قص الحديد يا شباب. طالع طالع انا عندك بي ام طالع هو فور في او عم يطلع لفوق معي. ايه ايه هدول مقلشات. ياب شباب بلش الطحن. هلا رح ينزل لنا اللوت على اليمين وعلى اليسار عند القطار وعند التله هديك ونروح ناخذ شوفون القطار عم ينزل لوت. يعني نوعا ما الاجواء هذه هلا هي بتعطي اشعار لكل الخريطه انه اشتغلت انه اشتغلت الاكسفادور تمام فممكن كل العالم تجي لعنا فنحن بنحاول نقفرها قدر المستطاع مشان ما حد يجي لعنا. لا لا التكبير شغال الحمد لله ما اجى اي حدا غريب والله.
الحديد هون لحاله شي 60,000 يمكن. يا شباب هذا هو الحديد، وفي حديد شاله صديقي من قبل الماكينه. حخلي هون شويه اشياء لانه رح نرجع مره ثانيه، رح يلزمنا هذا البيس، فبدنا البيس هذا يضل واقف. شيل اللوت بي ام وخلينا نروح نطير بالطياره. ايوه فضي فضي اذا عندك اشياء فضيه. خذ الكومبوننتس هاي كواليتي هاتو. يس قديش معك حديد؟ واو حلو، معه شي 36,000 حديد هو، وانا معي شي يمكن شي 60، حلوين شي 70-80,000 حديد، حلوين والله حلوين. يب تعال خلينا نطير بالطياره، رح ادورها وامشي نرجع على البيس امنين فايزين مرجعين اللوت بدون ما حدا يقتلنا. رح نرجع يا شباب هلا على محجر الكبريت او السيلفر كويري اللي احنا مسيطرين عليه بالماب، وبصراحه عم نزنقل يا شباب، عم يملى معانا كتير 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 سيلفر، وبالتالي رح نعمل ريدات اسطوريه وريدات يوميه اكيد اكيد. يب خلينا نهبط، شوفوا شوفوا شلون ساويتها، شوفوا شباب شوفوا القلعة، شوفوا طورت حديد لهيك خلص الحديد، ليك لسه ما طورتها من فوق مفتوحة. هلا بدي انزل ان شاء الله وطورها بشكل كامل وظبط الامور. شوف شوف بالله شوف بي ام شوف شلون بالله. شوف الكور شباب ما حدا ريدناها. اذا عرفتوا اسم السيرفر وجيتوا لعنا لا تريدونا، انتم شايفين شلون بنيت البيس وعارفين وين الكور وعارفين وين القصص. وين راح اغيرها من فوق، تصميم البيس مختلف من فوق. طيب راح ندخل نحط الحديد اللي معانا، وهيك يا شباب بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم. بتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا. اللي ما شايف الحلقات الماضية من السلسلة يروح يشوفها مشان يعرف شو عم نساوي، كيف سيطرنا على السيلفر كويري او محجر الكبريت، وشو عملنا مغامرات من بداية السيطرة لهلا. اذا ما انك مشترك بالقناة برجع بقولك اشترك بالقناة وفعل زر الجرس كرمال توصلك الحلقات كلياتها، واذا ما انك شايف الحلقات الماضية روح شوفها مشان تعرف شو صار معنا مغامرات. حط لي لايك على المقطع اذا عم يعجبك المحتوى تبعيتي، ولا تنسى اكتب لي رايك بالتعليقات لاني انا بقرا كل التعليقات. ولهون بكون وصلنا لنهاية الحلقة هاي، استنونا بالحلقة الخامسة من سلسلة السيطرة على السيلفر كويري. الى هنا كان معكم مستر عبقري، ويلا سلام.